هذا وقد دعا رئيس السيسي وسائل الإعلام لاستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عن طريق عرض الوضع السابق والحالي والمقارنة بينهما، حتى يستشعر المواطن حجم الجهد المبذول والتغيير الحادث. في هذا الإطار جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده على أن هدف الدولة الأول هو تحسين حياة المواطنين وتغيير شكل حياتهم للأفضل. مهم قوي، واحنا بنوري الناس ليه احنا بنعمل كده. دكتور مصطفى، انا بتكلم في الاعلام حتى، ان هو لما يجي نقول له ادي منطقه المدابغ اللي يعني مش متصورين احنا هنعمل فيها ايه، لان كتير من الاحيان ما احنا بنيجي نعمل برنامج من ده يوم الناس تقول لك ايه ده، في مستثمر مش عارف هياخد المنطقه ويعملها حاجه. لكن احنا كدوله احنا هدفنا ان لا نحسن حياه مواطنينا، وعشان كده يمكن لو كان كملنا الافلام دي يا دكتور عاصم بالمنشآت بالشكل والواقع اللي كان موجود، ثم فيلم صغير كده على وانتوا بتوريهولي يعني في العرض بتاعكم، بتوريني الشكل الحي ثم بتوريني بنزيله ثم بتوريني الشكل اللي احنا وصلنا له. فده المواطن يعرف احنا بنعمل كده ليه احنا بنخش، ويمكن يكون هو بس احنا ما بنجيش عليك، احنا ما بنجيش ايه، ما بنجيش عليه، احنا بنعوضك.